اهلا وسهلا متابعين قناتي الاوفياء الاعزاز، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كيف بقيتم؟ اموركم مزيان؟ غنشارك معكم روتيني المسائي. كنتمنى الفيديو ينال الاعجابات ديالكم. اللي مازال ما مشتركش عندي وكيسمعني دابا، مرحبا بكم عندي اختي ولا خويا، الف مرحبا. اي حاجه درتها البنات في هذا الروتين غادي نشاركها معكم. المهم بنات، انا عاد بارطاجيت معكم واحد الفيديو. المهم هذا ما بغيتش الفيديو يجي طويل بزاف، داكشي علاش يعني قسمته. المهم دابا انا درت القران، شغلته شويه كنرتاح البنات فاش كنبقى نستمع للقران. المهم خدمت القران شويه في هكا في الصاله، وغادي نوض دابا نمشي نصلي المغرب البنات. مرحبا بكم عندي، ربي يخليكم ليا. كنشكركم بزاف على التعاليق. هاد البوطه البنات هادي يومين من بدلتها، حيت كانت خوات ليا هو باقا هنايا فيما تيهبطو تيعكزو يهزوها يهبطوها. المهم حتى الغدا ان شاء الله نديوها للباحال، ايوا صافي زادوا فيها البنات 10 دراهم على الصبون. المهم ندوز دابا غادي نصلي المغرب، وهانتوما معايا الغسالات. وصليت البنات الله يقبل، ودابا سمعت الضيوف ديالي راه رجعوا. المهم غنمشي دابا ندخل الكوزينة. سلمى البنات مشات عند الخياطة، قالت لي دارت تقريبا عليهم كاملين، كلشي تيقول لها دوك الجلال يعني وجدوا حتى لمور العيد. ايوا المهم حتى الغدا ان شاء الله الا خرجت انا وعاد نشوف هادو اللي تنعرف. وهذا دابا البنات غناخد داك الدجاج اللي كنت شرملت، غادي نخرجو من الثلاجة وغادي ندير شي واحد نديروه هكا نوجدوه للعشا، وواحد غادي نخليوه حتى الغدا ولا نديرو في الكونجيلاطور. المهم تنحتاجو هذا، نوجدو غير هذا، نوجد غير هذا. صافي هنا البنات راه درت البخار. هنا البنات درت شويه ديال البيض يتسلق على حساب غندير ديك الشلاضه ديال الروز. في ديك الكابيله كاين الروز تما كيتسلق. وهنا البنات رديت ديك الدجاجه راه كطيب حتى توجد البنات، وغادي نجبدها باش نحمروها. وهنا نقيت بطاطا، هنا غادي ندير شويه ديال الفريت. وهنا غندوز نفتح البنات هاد الدلاحه، عرفتوا من امتى وانا مشاهيها. المهم غنفتح هاد الدلاحه، عارفين ديك النكته ديال السكان ها عبيد ما يحلها غير الحديد. ايوا ندخلوا دابا نشوفوا العبيد اللي فيها. ايوا نتوما البنات راه فتحتها عليها جوج صدقات زوينه، واللي شهيتها تسمح لي والله سمحوا لي اخوتي، راحت احنا كنتفرجوا كنتشهاو. المهم دابا غادي ندوز نقطعها هكا صغيره، وحتى بالنسبه للتصويره البنات انا نكون عندي السيبوره نحطها له ونبقى نبان لكم كنخدم في الروتين ديالي. ولكن دابا حيت السيبوره تهرست لي هانتوما كنصور يعني معدبه، كنهز التليفون عاوتاني كنحط عاوتاني. المهم باش نشارك معكم خوتي، المهم ندوز دابا نقطع التلاحه هكا صغيره. نتوما معايا الغسالات ديالي، ربي يخليكم ليا. صافي قطعت التلاح بحال هكا بهذه الطريقه هادي، ونظمته بهذه الطريقه هادي. كيعجبني البنات تقدموا بحال هكا. عاد كانت حدايا لينا البنات عطيتها منو ضاقت حتى هي كيعجبها الدلاح. وصافي ودزت هنا البنات خديت ديك السويله اللي كنت شاركت معكم داك النهار دوك الجوج. المهم خديت وحده منهم وقطعتها بهذا الشكل هذا، ودرت داك المشماش في الوسط. شوف الديكور كيجا زوين. الصباح فاش كنت كنتغدى قال لي مولاهم قال لي كيجاو دوك السويلات، قلت له راه مازال ما حليتهم باقيين في الثلاجه. والله يلا فتحت دابا هذه وحيده. المهم عجبني الديكور هكايا، وصافي الضيف راهم في الصاله دابا راه كيتفرجوا شادين واحد الفيلم. المهم غندخل هادشي للثلاجه ونمشي نجلس معاهم شويه عاوتاني، ونرجع عاوتاني نطلع على نطلع على هذا على الكوكوت. هنا صايبت ديك الشليطه ديال الرز، راه كلشي تيعرفها. المهم فيها البيض مسلوق، فيها الذره معلبه، فيها استعملت البنات هذا اصابي اللي درتو فيها. صافي راه جمعت كلشي البنات وخلطتها، ودرت حتى المايونيز فيها، كتجي زوينه البنات. انا بناتي تيحمقوا عليها. ايوا هنا البنات راني وجدت الدجاجه، صافي راه حمرتها قليتها في المقيله مع شويه ديال الزيت والزبده مذوبه. صايبتها وحده البنات، وحده راه هبطتها الكونجيلاتور حيت انا يعني ما كنتعشاش. وصافي انا شليضها نتوما قديتها بحال هكا، درتها في طبيصلات وصافي. وقليت هنايا الفريت البنات. دابا المريقه تنسخنها وغادي ندوز دابا نحطها. ها انتما البنات حطيت العشاء ديالي بحال هكا قدمته،
والفريت سولت الناس كلهم واش نديرو في الطبيعي سلات ولا نحطو غير هكا من الفوق، قالوا لي ديريه فوق الشيش. المهم انا نزوقو بحال هكا. الشليضات وداك الشيء راه داتهم سلمى بدينا تنحطو دابا في الصاله ليشا وصافي وصافي. هاد الطبيس اللي بدات هكا وجدتو، والبنات راه كياكلو حدايا في الفريت حيت الفريت درت بزاف، لقيت بزاف ديال البطاطا. ايوا هنا البنات غنقفل معكم الفيديو ونقول لكم تصبحوا على خير وشكرا بزاف للمشاهده، ربي يخليكم ليا. صافي هنا البنات بالنسبه للمواعين وداكشي كلشي غادي تغسلو صوفيا وغادي تجمع الكوزينه، داكشي علاش قفلت معكم الفيديو دابا. يلا نخليكم، باي باي عليكم، حتى الغدا ان شاء الله، سلامه.